من جانبه أكد العقيد طبيب ظافر محمد سلمان كمال استشاري أول بجراحة الأوعية الدموية والعلاج بالقسطرة خلال استضافته في برنامج بكم نعود، أكد أن قسم الجراحة في المستشفى العسكري يواصل عمله منذ بداية الجائحة بكل كفاءة. هناك أنواع من المرضى اللي عملنا لهم عمليات في الغرفة المجهزة للكورونا. النوع الأول هو النوع المنتشر أكثر شيء، اللي هو مريض يأتي إلى قسم الطوارئ حالته حرجة، يحتاج عملية جراحية مستعجلة، لا يتسنى لدينا الوقت لانتظار نتيجة فحص الكورونا، فيجرى عمل عملية لهذا المريض في الغرفة المخصصة للكورونا مع اتخاذ كامل الإجراءات الوقائية لحماية المريض والطاقم الطبي من العدوى. هاي نوع واحد. النوع الثاني اللي هم مرضى مصابون بعدوى كورونا ولكن تحدث لهم في نفس الوقت أمراض أو حوادث تستدعي إجراء عملية جراحية طارئة، فمثل الكسور، التهاب الزائدة الدودية، التهاب المرارة، حصوات الكلى، الانسداد المعوي وغيرها من الأمراض. فالمريض عنده كورونا في نفس الوقت يحتاج عملية، بعد نعمل العملية في الحجر المخصص للكورونا. أما النوع الثالث فهم المرضى بعد المصابون بكورونا، ولكن مثل ما تعرفون فيروس الكورونا نفسه يسبب في الكثير من المصابين حدوث تجلطات في الشرايين والأوردة، فتحدث لها مضاعفات الكورونا مثل التجلطات. فهؤلاء المرضى طبعا بنفس الطريقة ناخذ احترازاتنا، احنا نكون متحضرين وناخذ جميع الاحتياطات، وفي نفس الوقت المريض يكون معزول عن كل شيء، وضروري ان نسوي له عملية اذا كانت حالته طارئة، نسوي له عملية بحيث ازالة الخثرة او تذويبها سواء عملية او قسطرة، بحيث يرجع جريان الدم الى سابق عهده.